السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي راح ننقل لكم فيه اخر اخبار استيراد السيارات الجديدة. حسب المعلومات اللي وصلتني انه وزارة الصناعة ابتداء من يوم الاحد راح تبدأ تعيط للوكلاء طالبي الاعتماد باش يحطوا الملفات تاعهم على مستوى وزارة الصناعة، وتقوم اللجنة التقنية بدراستهم من اجل منحهم الرخصة المسبقة. طبيعة الحال الوكلاء نفسهم اللي كانوا حطوا الملفات تاعهم على مستوى الأرضية الرقمية عيطوا لهم على حساب الكلاسمو، على حساب كيفاش انسكريت في بلاتفورم نيفيريك، على حساب الكلاسمو تاعك، دوك يعيطوا المجموعة. لما يحطوا وكلاء سيارات يوم الحد الملفات تاعهم يديروا لهم لاكيزي على 18 ديسمبر ان شاء الله، معناتها لازم يريبونديو عليهم قبل 18 جانفي. اسكو يعطوهم الرخصه المسبقه ولا ما يمدولهمش الرخصه المسبقه؟ بعد ما يكملوا الرخصه المسبقه الى مدوا الجماعه، هذوك الجماعه يروحوا يزيدوا يحطوا ملف اخر باش يمدوا لهم الاعتماد النهائي، معناتها ان شاء الله في فيفري نشوفوا اعتمادات نهائيه، وبالك ماي جوان يبداو يدخلوا السيارات. والسلام عليكم.